هاي البرادين. ثلاثة أربعة خمسة. السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ مزيانين؟ كلشي بخير؟ كلشي مزيان؟ صباح الخير عليكم وصباح الورد والياسمين. عرفتوا انا عارفه كل واحد شمن ساعه كيشوف، لكن انا كنصبح عليكم الحبيب ديالي الغزلان اللي كتخليو لي تعاليق مزيونه وكتعبر على شكون نتوما. عرفتوا والله الا فرحانه بكم بزاف، زعما قول عوذوا بربي الفلق باش ربي يحفظنا، حيتاش عندي دو الصح متتبعات غزلان حتى ملي كتجيو عندي للمحل وكنتلاقى بكم، زعما شنقول لكم كنحس بحال اختي جات عندي، ماشي زعما شي وحده هي داك كتبعني وصافي. اليوم صبحت النشاط والحماس، شنقول لكم غنشارك معكم واحد الحاجه ما عنديش ما نقول لكم. اول حاجه فطرت بهاد الخريبيقات هادو، ما شفتوا واحد طريف دمانج وواحد جوج مغرفات شوفان وعملت لهم واحد دانون وداكشي. انا ما كنبغيش نعمل داك الريجيم اللي قاصح بزاف، حيت شي دعمت الريجيم قاصح على الحبيبه ديالي ما نكملش غنعيا. ايوا يا الحبيبه قلت اللهم اجي نقص شويه شويش. من بالنسبه للعشاء انا قطعته بصفه نهائيه، ما كنتعشاش بالمره، واخا بعض المرات نقدر ننعس بلا ماكله بهذا المنطق وما ناكل والو، حدي السته كنقطع الماكله بالمره. وما تقولي حتى شي وحده لا حقا كل دانونه وكل واحد تفاحه، ما كنعرفش انا اذا جيت ناكل غنبقى ناكل، اللهم كنقطع بالمره. صافي هنا جبرتوني نيشان نوت باش نعمل واحد طويجن اللي هو طويجن بالبصيله. كيف لاحظتوا شفتوني قطعت بصل بزاف ياك، باش كتكون عندي المريقه خاطره، كيعجبني نبقى نشحر كتبقى لي غير داك البصيله هيدا. غنعمل واحد طويشن ديال جديد وغنحيدو عليا بكري، قلت غنحيدو بالنسبه للفطور. هذاك هو الفطور اللي فطرته، ما كليتش شي حاجه، لكن من بعد غنعمل واحد كاز العصير اللي هو شباعي. صافي هنايا غنحك واحد جوج بصيلات على هذا الشكل هذا وغنزيدهم، باش كتكون بحال اللي قلت لكم عندي هذا مريقات خاطري. واش نقول لكم كتجي كتحمق واعره واعره. انا الطاجين عندي عزيز بزاف حيتاش كنطيب به بزاف الحاجات. ودابا جبرتوني غنفتح معكم هاد البراده هادي. من بعد ما كملت هاد الارقام كاملين وضربت عليهم كيف لاحظتوا اللي 200 درهم اولا 20 درهم اولا شي حاجه، اش نقول لكم فكره واعره بزاف بزاف لاي وحده كتبغي التحدي بحالي. هذه فكره مزيانه، بغيتي تشري سلعه، بغيتي تبدا مشروع من الدار ديالك، بغيتي تخدم على راسك وتدخل الفليسات، ما عليك غير بهادشي. شحال من وحده غتقول لي لا انيسه انا ما عندي حتى شي مدخول، لا انا نشرح لك. دابا انتينا ما كتشهاشي بعض مرات بيتزا، ما كتشهاشي بعض مرات شي حاجه هيدا شي ماكله اولا شي حاجه اللي بلا بها ما غتموتشي، مثلا غير سروال اولا غير بيجاما ما غيوقع لك حتى حاجه. اذا الحبيبه ديالي زير راسك وحاول تجمع بهذه الطريقه. انا اقسم بالله الا جمعت بهذه الطريقه ديال انا حقا خصني بيجاما، انا شفت قميجة عجبتني كنتفكر انيسه عندك البراده زير راسك. شوفوا جبرت هنايا 10000 درهم وهذا الصرف هذا، عرفتوا ما نكذبش عليكم والله العظيم واحد الحل اللي هو سحري باش تقدر تجمع. وانا جبت هاد الفليسات هادو حيتاش باش كاين اللي غنكمل به غنشري به من السلعه، وكاين اللي غنشري به شي لعيبه هيدا ديال الذهب. ان شاء الله في العشيه من غنمشي للمحل غنشارك معكم واحد ذهبي عنده داكشي كيحمق ومزيون الحبيبه ديالي. واحد الحاجه اللي تعود عليك بالنفع، ومره اللي ما جات تقدر توقف عليها ما كتعرفش شنو ما جي وشنو اللي كاين. صافي هنايا جبرتوني رجعت للطويجن ديالي هيدا كنشحرو هيدا والله العظيم. اي لا كنبغي لكم الخير على داكشي شاركت معكم هذا الفيديو. نقول لكم واحد الحاجه، عرفتوا محمد الراجل ديالي اذا ساق الخبر اولا شاف فيديو ما غيبغيش يقول لي علاش وما نعرفش اني غيقولوا ما نعرفش شنو عندك وداكشي. بالحق انا هو ما كيعرفكمش بحال اللي كنعرفكم انا، ما عرفكمش باللي كتبغيو لي الخير، لكن انا احساسي ما كيخيبش باللي الناس اللي كيتابعوني كاملين كيبغي لي الخير، كيبغيوني انني نزيد القدام حيتاش قلبهم مزيان. ايوا على داكشي الحبيب ديالي كنشارك معكم باش نحمسكم باش نضيف للحياه ديالك شي حاجه
اللي غتستفد بها شي حاجة اللي فيها الفائدة، ماشي انا معاكم لكن ما غنزيدكم ما غنقص لكم، العكس غير غنبقى نطيح عليكم السلبية، حق راسي كيحرقني رجلي كيحرقوني وما نعرفش اني وهذا وهذا، لا خصني نضيف لكم شي حاجة إيجابية. والله يا الحبيبة ديالي إذا سعفتيني وبقيتي تجمع غير بهذه الطريقة هذه هتقدر توصل بعيد بزاف. عرفتوا أنا مؤخرا كنقول يا ريت كلو جا شي واحد شحال هذه وقال لي أنيسة تبت راسك تبت راسك تبت راسك وجمع وشنو تعمل وشنو تعمل، كوصلت بزاف ديال الحاجات كيف لاحظتوا عملت العصير. ودابا صافي كنلبس عليا باش غنطلع للمحل، غنشارك معكم واحد السيد كيبيع القشيعه ديال تركيا، وغنشارك معكم جلبات ديال 200 درهم، ومن ثم غنشارك معكم الذهيبي. عندكم شي موطع بقوا معايا. احب ان اصور بعض من تفاصيل عملي. شحال هذه؟ هي هذه وهذه 10 وهذه 15. فين وحده من هذه؟ اه هذه وحده هذه وحده وحده هي وحده هي وحده هي نقص لي تاعي جوج هذيك اللي فيه كاملين كاملين جايين درنا هذيك اللي هذه الثانية بالنسبه لهاد السيد اللي كيبيع الحويجه ديال القشع ديال تركيا عنده داكشي واعر. والقيصريه اللي كانت واجد فيها هي قيصريه جوهره اللي في قاع ديال المصلى تقريبا تحت الجامع ديال المصلى بغرض ايطو من الصبابط. جيت انا في الطابق الثاني يلاه كتدخل هيدا كتجبر الذهبيه في الباب وكتطلع هنايا هيدا في الدريجات وكتجبرني انا بغرضك تما. شوفوا هي تما مكتوبه على ام عمرو وحداه اليوتيوب. مرحبا بكم، اي حاجه بغيتوها مرحبا. دابا هنايا غير غنوصل غنشارك معكم جليلبات اللي هما الثمن ديالهم 200 درهم. تخيلوا لي جلابه فنه مخدومه بالعقيده والطريزه والثوب ديالها مزيون، ماشي زعما داك الثوب اللي ماشي مزيان اولا داك الثوب اللي كيتحبب، لا جلابه ديال صابون اورود. مي كتدي الوليدات للمدرسه كتمشي بها اولا كتمشي مثلا السخره اولا كتمشي تسخر اولا كتمشي شي سخره بحال هيدا كتلبس هاد الجليلبه هادي. جليلبات اللي غاليين هادو كيكونوا غير في مناسبات بحال العيد بحال العواشر مثلا شي مناسبه شي اشياء بحال هيدا، لكن هادو جليلبات عمليين ديال الدوام ديال دائما. عملت لكم فيهم واحد الثمن اللي هو واعر وعادي اذا لاحظتوا هاد الموديل هذا بالضبط عنده كتيفات واقفين. بالنسبه للناس اللي قالوا لي فوقاش غتعملنا جليلبات اللي كتيفات واقفين، شفتوا كيفاش الشكل ديالو مزيون. انا عندي جليلبات اللي غاليين لكن ما كنشاركهم شي معكم دابا، علاش؟ حيت اغلبيه كيتمشاو في رمضان في ذاك الوقت، وخصوصا دابا في هذا الوقت هذا رجعوا الناس اغلبيه كيلبسوا هادو كيكونوا عمليين ومزيونين وكيكونوا مطلوبين بزاف، واي واحد بغى يعاود فيهم البيع مثلا البيع ديال الجمله عاوتاني مرحبا بكم. كنبيع بالجمله وبالتقسيط، يعني بغيتي بياسه وحده كنبيعها، بغيتي بالجمله كاينه، اللي بغيتي مرحبا بك.
والواحد بحال اللي قلت لكم في الاول ديال الفيديو من فتحت معكم البراده، الواحد ما فيها باس يجمع ويتزير شويه. مثلا عندك بيجامه وحده قضي بيها بلاتي هذه، حاول انك ما تبقاش تشري الحاجات وما تضيعش الفلوس. مثلا ما شرشي موطعه شبر طاكسي اذا كان ماشي بعيد بزاف، حاول انك تمشي على رجلك وتقنطط من هنا ومن هنا ومن هنا وغتعمل، علاش لا؟ حيتاش اي واحد راه كيبدا من لا شيء. اولا مثلا تعمل صنعه وتحيد منها واحد الجزء، ما تقوليش الا حقه الا ما نقدرش راه ما عنديش وهذه، راه شوف حسب راسك ما خدامهش، حسب راسك ما عندكش، حاول انك تقور ولا وي شويش. وهاد الهضره راه ما يقول لك حتى واحد، انا كنقول لكم الهضره اللي في المصلحه ديالكم، الهضره اللي غيجي واحد الوقت وغتفكروا بها وتقولوا دابا صح كان عندها الصح. ودابا هنايا غنشارك معكم هذا الموديل الثاني اللي الاكتفاء ديالو طايحين مخزانيه، شوفوا كيفاش هو كيحمق. هذا الموديل هذا كان فيه تكحل تاله، ودابا كان حيتاش كان وقع قبل المره اللي فاتت بزاف، ودابا دخلت لكم عاوتاني فيه ثلاثه دلوينات وفيه واحد الكميه اللي محدوده، ماشي كميه اللي كبيره عفوا. وكاين هذا الزيتي هذا حتى هو مزيون، وكاين واحد الزرق، واحد الزرق عرفتوا كيحمق واعر واعر بزاف، وعاد اللي فيه مزيون اكثر واكثر هو ان لون في لون، يعني السبنيه كتلبسها اللي بغيتيها ما كاينش مشكل، حتى واذا ما جبرتي ما تعمل عمل كحله وزيد مع الطريق. ايوا وكتمشي دي وليداتك مدرسه كتكون سخيخنه، ما كاينش يعني سخيخنه ماشي صيفيه او شي حاجه، لا الثوب ديالهم وقيقف. مهم انا قلت لكم جليلبه ديال تدي وليداتك مدرسه وجلابه ديال صبن ورد، اللي ملي كتجيو عندي المحل كتقولي فين هي الجليلبه ديال ندي ولادي المدرسه. ايوا الله يحفظكم والله يخلي لكم الصحه. ودابا صافي من بعد ما شاركت معكم هاد الموديلات دابا غنمشي فحالي، وهي هذه كنشارك معكم الذهبي اللي كاين تحت فحال اللي قلت لكم الحج هو من القيصرية، عنده الذهب مزيون، غنهود نعمل عنده شي دورة. هي هادي كنصور معاكم، إذا عجبتكم شي حاجة أولا إذا بغيتو شي حاجة السيد معقول بزاف، وعنده حتى المحلات هنا في قيصرية ديال البيع، كيبيع المحلات. اليوتيوب ها؟ هذا مزيون بلدي. بلدي هذا. ولا كيما مزيون. على أنا كريمة. أكيد دايرة. مزيون. هذا شحال هذاك هذا؟ شحال هذا؟ هذاك 7500 مزيون. كاين الخصم ديالو كاين كومبلي. ما شتيها أنت كنتي ديتي هذا وما ديتيش. لكن اللي كيكون خضار فونس انا كيعجبني عند الخنطوري وهذا اكثر هي شوفها طلع 200 درهم في الطبقه وهكذا شوفها في التيك توك كنشوف التيك توك اش دايرين على قال لك راه اللي كيشريو الذهب بهذه الامور شوفوا على الذهب عندهم شوفوا على الذهب كيفاش كيحمق شوف على خويت مات والله انت واعر 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 انت شري هذه شحال خبانه تسعى نشوف شي مقفلات مقفلات واعرين ياك زيوني شوف هادو بلدين زيوني هي سنسلا هادو ما كتهزيش ها لا غير تزوق انا عجبتني هذه ديال النمل هذه ديال النمل هذه ها هي اللقطه ها شوف محبوب القيصريه هو الزيد هذا داك الكبير هادو على حسب الكراف ديالو القدر الا كان مفرم مزيان ياه واش هادو ولا هذاك هذاك جوج جوج بيه شوفوا ما هما كيبانوا هنا في الكاميرا كبيرين مزيونين كتهز فرد واحد تبيع وكيبقاو لك جوج شريتي حاجه كبيره كتبقى واحد بيها قالك دابا انا لا نصحتوني الا جيتي عندي قلتي لي واش نشري كورمي نشري شريت له قلت لك شري شريت له وما تشريش الكورمي انا شريت على تبيع واحد بقى لك الباقي الكورمي كتبيع كامله
نتوما مول الذهب في باب القيصريه اللي بغات تشري الذهب. شوفوا الذهب هو الاولاد عرفتوا عنده الذهب اللي حماق واعر. شنو خصك مليكة؟ انا كيعجبني هاد البشيويشات. ها فين هو هاد؟ هاد فيها السمكه تونو. شنو السمكه؟ برد اليد. ذاك براسلي اللي فيها النجمه. فيها النجمه وفيها الورده وفيها الاخوص. شنو خصك كريمه؟ هاد السمكه بغيتها. شوف كريمه خصها تفاجئنا.